نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. وبداية يسر مكتب فضائية نورسات الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أن يتقدم باسم التهاني والتبريك لمقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ولسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. دعين الله أن يحفظ جلالته والأردن الغالي بخير وأمان والأمة العربية بمزيد من التقدم والازدهار. والبداية مع العناوين. في مقابلته العامة البابا فرانسيس يتحدث عن دور الروح القدس في الوحي. الكاردينال باتسابالا ينهي زيارة رعوية إلى حيفا. مجلس الكنائس العالمي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة. الأولى في الوطن العربي إشهار جمعية العلاج بالموسيقى والفن في الأردن. وفيها أيضاً الكاردينال ساكو يستلم الأمر الديوانية بتسميته بطرياركاً على الكنيسة الكلدانية ومتولياً على أوقافها. أهلاً بكم. أجرى قداسة البابا فرانسيس مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالحديث عن الروح القدس في الوحي بالقول: إن الكتب المقدسة تنقل كلمة الله بشكل ثابت وتجعل صوت الروح القدس يتردد في كلمات الأنبياء والرسل، وأضاف: إن الكنيسة تتغذى من القراءة الروحية للكتاب المقدس، وبما أن الكنيسة هي مزودة بالروح القدس فهي عمود الحق وركنه، ومهمتها هي أن تساعد المؤمنين الذين يبحثون عن الحقيقة على تفسير نصوص الكتاب المقدس بشكل صحيح. ودعا قداسته لأن تساعد العظة على نقل كلمة الله من الكتاب إلى الحياة، وختم تعليمه بالقول: ليساعدنا الروح القدس على أن نفهم محبة الله هذه في مواقف الحياة الملموسة. طالب مجلس الكنائس العالمي في بيان صادر جميع الأطراف المعنية بحرب غزة إلى الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين دون عوائق من جميع الحدود، كما دعا كافة الأطراف للمشاركة في عمليات سياسية مجدية تسمح لشعوب المنطقة بالعيش في سلام وكرامة. وطالب المجلس أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة وبدون عنف، وكذلك الأشخاص الذين تم اعتقالهم في كل من غزة والضفة الغربية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ويشجع مجلس الكنائس العالمي في بيانه على دعم سكان غزة والمنطقة في الصلاة والعمل، مشددا على ضرورة احترام الوضع الديني والتاريخي القائم في القدس فضلا عن الهوية التعددية للمدينة وقداستها بالنسبة للديانات التوحيدية الثلاث. وفي سياق متصل، قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين إن إسرائيل تغتال فرحة وبهجة الشعب الفلسطيني في أعياده الدينية، كما تغتال الآلاف من أبنائه في حربها المدمرة على قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضحت اللجنة في بيان صادر أن أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة استقبلوا عيد الأضحى هذا العام مع استمرار حرب الإبادة والتجويع والتهجير، ويعيشون وسط الدمار والموت والدم والشهداء، كما هو الحال في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بما فيها القدس. وأكدت اللجنة أن الاحتلال تجرد من قيم الإنسانية وانتهك قدسية الأعياد والمناسبات الدينية وأفسد الفرحة بها ودنس المقدسات غير مكترث بالأعراف والمواثيق الدولية والشرائع السماوية السمحة. قام غبطة الكاردينال بيير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس اللاتين بزيارة رعوية إلى مدينة حيفا، وعند مدخل المدينة كان في استقباله عدد من الكهنة والشخصيات الرسمية والشعبية والكشاف وحشد كبير من أهالي المدينة الذين عبروا عن فرحتهم بوجود غبطته بينهم. وسار الموكب وسط عزف موسيقي لفرق الكشافة وصولا لساحة الكنيسة، حيث كان في انتظاره أبناء الرعية الذين استقبلوه بالترحيب والتهليل، وبعد ذلك اتجه الجميع نحو الكنيسة. وقد عبر غبطة الكاردينال باتسابالا عن سروره بهذا اللقاء وقال: يسعدني أن أتعرف عليكم بشكل أعمق وأن أمنحكم بركاتي وأن ألتقي بالكنائس المختلفة وأعضاء المجتمع المحلي. وشملت الجولة زيارة مدرسة تيرا سانتا والكنيسة القديمة ومدرسة الكرمل وراهبات المحبة والمستشفى الإيطالي وكنيستي الروم الكاثوليك والأرثوذكس ومغارة النبي إيليا، ثم زار مدرسة راهبات الناصرة والتقى براهبات القديسة حنة، كما زار المرضى والتقى بالعديد من أبناء الرعية.
ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي في كنيسة القديس ملاخيوس الأثرية في مكاور معدبة لأول مرة بعد 1400 عام. شارك سيادته في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والراهبات وجمع من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية. وفي كلمته استعرض سيادته كيف ازدهرت المسيحية في القرون الأولى وكيف كانت حياة الرهبنة منتشرة في مكاور وما حولها، داعيا أن يحفظ الأردن قيادة وشعبا والأجهزة الأمنية الساهرة على حماية الوطن. كما قدم الشكر لجميع من ساهم بإبراز هذا المعلم الأثري والديني، ويشار أن هذه الكنيسة بنيت في القرن السادس الميلادي وتحتوي في وسطها على أرضيات فسيفسائية مميزة وكتابات باللغة اليونانية، وقد تم اكتشافها عام 1990. هذا المكان بيعود ذهني لعصور قديمة، هناك على قرب منا نهر الأردن والأحداث العظيمة اللي حدثت بنهر الأردن من معمودية السيد في يوحنا إلى القديسة مريم المصرية والعديد من القديسين والقديسات، وصولا لقديسي المنطقة وليومنا الحاضر. بتطلع من هناك وبشوف البحر الميت، وبنتذكر في العهد القديم لوط وكل ما حدث من معصية لله، وكيف الله اللي بيبين للكثيرين إنه صامت ولكن في الوقت المناسب بتدخل وحكمه العادل يطبق. وهيك مجريات التاريخ بتمشي بحسب مشيئته ليس بحسب مشيئة عظماء الأرض. منيجي للقديس يوحنا المعمدان ومنشوف أمامنا التلة اللي كان عليها قصر هيرودس، هيرودس الملك اللي كان على زمن صلب الرب والمخلص يسوع المسيح وقيامته المجيدة، وكان زي ما سمعنا في إنجيل اليوم كيف سجن يوحنا المعمدان وكيف قطع رأسه من أجل الحق. ليش؟ لأنه كان يتكلم بالحق. قديش أبنائي هاي المنطقة وهاي الأبرشية ظهرت على قرون عديدة، اللي كانت كل هاي المنطقة مليئة بكنائس وأديار، وعشان هيك كنيسة القدس في القرن الرابع والخامس حددت أسقف لهاي المنطقة وكان اسمه أسقف رئيس أساقفة نهر الأردن أرخيبيسكوبوس إيوردانو، يعني كان مسؤول على هاي المنطقة كلها، على هاي المنطقة لأنه كان فيها أديار كثيرة، وعشان هيك هذا الأسقف كان مسؤول عن هاي الأديار الكثيرة اللي كانت موجودة في المنطقة اللي نحن فيها. اتعين أسقف خصوصي اللي سمي أسقف رئيس أساقفة نهر الأردن حتى يكون مسؤول مباشر مع الرؤساء الأديار اللي كانوا موجودين في كل دير من الأديار، ولكن حتى يكون تحت ترتيب كنسي مباشر وتكون هاي المنطقة ضمن حدود أبرشية نهر الأردن. قديش المكان مقدس، وقديش بهاي اللحظات بعرف يمكن كمان الشمس بتزعج البعض، ولكن عاش هون أبائنا وأمهاتنا القديسين والقديسات بهيك ظروف، خلينا نحن كمان اليوم نكون معهم لو شركاء بالبسيط البسيط في هاي الظروف البيئية اللي هي كمان في إلها جمالها لأنه في إلها خشوعها. على صعيد آخر، قلد المطران خريستوفوروس وسام القبر المقدس للسيد وديع ميخائيل سعادة في دار المطرانية بعمان. وفي كلمته أشاد سيادته بالدور الذي أظهره السيد سعادة في خدمة كنيسة القديس نيقولاوس في مدينة العقبة والوطني على مدار السنوات الماضية. وبدوره أعرب السيد وديع عن فخره واعتزازه بتقليده هذا الوسام الرفيع.
حضر مراسم التكريم قدس الأرشمندريت أندراوس شامية الرئيس الروحي لمحافظة العقبة وعدد من الآباء الكهنة والمدعوين. أحيت كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين في إربد قداساً احتفالياً بمناسبة عيد الصعود الإلهي. ترأسه الأب فراس عريضة كاهن الرعية بمساعدة الشدائق جمال معايعة وسميح أبو رحمون وخدام الهيكل بحضور جمع حاشد من أبناء وبنات الرعية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. على ترتيلة الرب مجدوا بارتعاد، بلش القداس الاحتفالي بكنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربد. ترأسه قدس الأب فراس عريضة كاهن الرعية بمساعدة من الشدايقة وخدام الهيكل، وأكيد بحضور عدد كبير من أبناء وبنات الرعية. خميس الصعود اللي بتحتفل فيه جميع الكنائس مع بعضها، واليوم بعد مرور 40 يوم على قيامة يسوع منتصر على الظلام والموت الأرضي بالصعد للسماء. تحتفل الكنيسة تذكار لعيد الصعود لأمرين مهمين. الأول تتمثل بالملائكة اللي فرحت واستعدت لاستقباله استعداد لائق بمقامه العظيم وجلاله المرهوب، وأخذت كل منها تبشر الأخرى بقدومه. اثنين، تنفيذ لنبوءة داود النبي واللي دعا جميع الأمم لترنم لإسمه والاحتفال بذكرى صعوده بفرح وابتهاج. بعدة الأبونا عريضة ركز على إنه صعود الرب هو دعوة للرجاء، نترجى لقاء وجه الحبيب، فالصعود حدث حقيقي للسماء. وأضاف كمان إنه عمل الرب هو خلاص البشرية كلها، فالصعود اليوم هو مسؤولية كبيرة علينا لنتحمل مسؤولية خلاص الإخوة بدون تمييز سواء باللون أو الجنس أو الدين. وبالنهاية بتمنى بعيد الصعود إنه إحنا كمان نرتفع عن حياتنا الأرضية وملذاتها المؤقتة، ونبني إلنا بالسماء بيوت بأعمالنا الصالحة والخير. وكل عام والجميع بسلام ومحبة. من محافظة إربد لقناة نورسات نيفين حداد. استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نورسات الدكتور سليم شريف مساعد رئيس جامعة الشرق الأوسط، حيث تطرقت الحلقة إلى الحديث عن اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وعن مسيرة الأردن طوال المئوية الأولى من عهد الدولة والتحديات الصعبة التي عاشها هذا البلد وسط إقليم ملتهب، حيث استطاع الأردن بحنكة قيادته الرشيدة أن يجتاز كل الصعاب حتى وصل إلى بر الأمان. فإلى هناك. يعني أبونا السر في هذا البلد الصغير الفقير حقيقة أن هناك رحمة من الله، يعني هناك أدعية في الكنائس الصادقة وهناك أدعية في المساجد الصادقة اللهم وفق ملك البلاد لما تحبه وترضاه، وأره الحق حقه وارزقه اتباعه، وأره الباطل. كل جمعة يدعى ويدعى له في البطانة الصالحة. احنا محظوظين بال25 عام في بداية هذا العمر لهذا الفارس الهاشمي، لما بدأ كان شاب وطلع كيف ختيرنا الله يكون بعون الشيب غزة. والله انا بطلع عليه بقول يا الله 25 سنة مضت، يعني تشوفه لما كان شعره الأسود اللي يلمع والآن الله يعطي الصحة والعافية. أمين أمين. هدول 25 سنة يا سيدي أكلوا من كل شعرة، وكنا معه إحنا في كل موقع. لكن مثل ما أنا رجعت أقول لك، التاريخ اللي عمله 1400 سنة يفرض ذاته بهال 25 سنة لأنه تحمل مسؤولية لم يكن يتوقع أن يتحملها. هذا الشيء الفريد بحكم جلالة سيدنا. كان عسكري، والعسكري معروف بانضباطه وبصدقه وبدغريته دغري. في كل شيء ما في، ما عنده رمادي. العسكري في أبيض يسود، نعم، إما النصر أما الشهادة، ما في شيء. أنت تفهم جلالة الملك، وإحنا كنا نحكي ونحكي دوما، وأنا بسمعك وأنا أعتز بقربي منك. الله يسلمك. أنت عقيد من القوات المسلحة. القوات المسلحة، نعم سيدي. أنا خدمت في القوات المسلحة. القوات المسلحة فيها سلاح الجو، وفيها القوات الخاصة، وفيها المخابرات العامة، نعم، وفيها المدفعية، نعم، وفيها كلها أسلحة، نعم، وكل من يحمل شعار الجيش العربي، نعم، فهو جندي لهذا الوطن، نعم، بغض النظر فين ما كان. بس أنت كنت بتعرف جلالة الملك شخصيا؟ سيدنا خدمنا معه وتشرفت في الخدمة معه في أكثر من موقع في العمليات الخاصة. نعم. كان قائد العمليات الخاصة، نعم،
ومش فقط في ميادين التدريب، أيضا في ميادين حقيقية. يعني تدخلنا في حوادث صارت في عمان مع أخواننا في الأمن العام، والحمد لله كان موجود على رأس الواجب. يعني حتى في واجبات غير معلن عنها كنا ننفذها، كانت تلاقي بالمطار بيستنانا 4 الفجر لما نرجع. سيدنا هو قائد عمليات، ما كان مدير وكان قائد. هذا الفرق بين المدير والقائد. القائد بفكر بالصغير قبل الكبير. الناس ما فهمت لما قالت أنا، لما قال أنا بحب القلاية، أنا بأكل منسف برضو وبحب المشاوي، لكن القلاية بأكلها وينها وميتها، بأكلها مع الناس البسطاء. ولما تكون أبسط شيء القلاية، معنى القلاية مش بطعامها، معنى القلاية بقيمتها المعنوية مع من تأكلها. لما حكاها احنا كعسكر أكلت القلاية بعد تعبه عن خروف. صحيح. حقيقة عن صحيح. خروف صحيح. ورفاق السلاح لا يمكن أن يبوقوا، بيقولوا ما ببوق ما بخذلك ما بخذلك. وعبر التاريخ أبونا، أنا بحكي وأنا خدمت كمان أيضا في مدرية اسمها مدرية مكافحة الفساد، وتشرفت في الخدمة مع 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 قادة وضباط كبار. نادرا ما يتحول لمحكمة أمن الدولة عسكري في هذه البلد، فيش عسكري بواق. اللي باق هم 2-3 وتحولوا على القضاء، وما استحينا. واحد لواء واحد مش لواء، ما استحينا. أحدهم مدير مخابرات نحط بالسجن، رئيس ديوان نحط بالسجن. ما عندنا شخص يلاقوه بمكتبه انتحر بطلقتين أو انتحر بشكل، لا احنا ما بنستحي إذا أخطأنا. وسيدنا قال في لقاء، أخطأنا في مكان وأصبنا في مكان وخير الخطائين التوابين والمصلحين. نعم نعم نعم. احنا في بداية العهد يعني حقيقة كان مخاض صعب، مخاض صعب على سيدنا، مخاض صعب على البلد. الناس لما فقدنا الحسين العظيم فكرت انه البلد انتهت، لكن الحمد لله بنفس هذا الرجل الصلب. نعم. والمؤمن برسالة أبوه وجده، جنرال قائد وكان في حوالي ظلم أبونا الحمد لله. هلأ برجع وبقول إذا واحد باق مش معناته في 100 نظيف، شو قصدي؟ نعم. في 99 شريف يطلع لك واحد العفو هامل، هذا ما بنقيس عليه الآخرين لأنه طلع كم واحد من هون ومن، لكن السواد الأعظم هم الشريفين وأشرافه ونخوتي، وكلهم وقفوا مع هذا الموقف. وكبرت المسيرة وكل يوم بنشوف شيء جديد وفي تطور جديد. لو وصل هو للخمسة وعشرين هو مش حاسس إنه قطع الخمسة وعشرين، لسه عم بقول ماذا أفعل. بمناسبة عيد قلب يسوع الأقدس، أقيم في كنيسة السلزيان ببيت لحم قداس احتفالي بمشاركة الأباء السلزيان وجمع كبير من المؤمنين والقيادات المدنية والكشفية، كما أقيمت دورة احتفالية بالقربان الأقدس في شوارع بيت لحم، داعين فيها لأن يحل السلام والمحبة في غزة وربوع فلسطين. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. هو شهر حزيران المخصص لعبادة قلب يسوع الأقدس، فبأجواء من الخشوع والإيمان ترأس النائب البطريركي لبطريركية القدس للاتين المطران ويليام الشوملي القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة عيد قلب يسوع الأقدس في كنيسة السلزيان، بمشاركة المطران بولس مرقدسو ورئيس دير السلزيان الأب لورنس جوتو وحشد كبير من الكهنة. امتلأت مقاعد الكنيسة بالراهبات والمدعوين ورئيس البلدية الأستاذ أنطون سلمان ونائبه حنا حننية ومدير بلدية بيت لحم الأستاذ أنطون مرقص ورؤساء وممثلي الكنائس والجمعيات والمؤسسات والمؤمنين وعضو اللجنة التنفيذية لجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطيني القائد خليل فرهود وقادة المجموعات الكشفية والأفراد. في البداية إحنا بشفاعة قلب يسوع الأقدس بنتمنى وبنرفع الصلاة إنه ربنا يزيل هالغيمة وتنتهي الحرب على بلادنا ونرجع نعيش بسلام، ترجع الحياة لطبيعتها. الدورة اليوم طبعا ما كانتش بظروف طبيعية، كانت بظروف استثنائية، رفعنا فيها ومشينا فيها بالقربان الأقدس في شوارع بيت لحم، رافعين الدعاء زي ما حكينا لربنا عشان يحل السلام في بلادنا. باسم مجموعة كشافة مرشدات السلزان السادسة، باسم الخوارنة، باسم فعاليات الدير، بنحب نشكر سيادة المطران ويليام الشوملي اللي كل سنة بيشاركنا في هاي الدورة وبترأس القداس الاحتفالي. بنحب نشكر كل الكهنة اللي كانوا معانا في الثلاثية التحضيرية،
بنحب نشكر كل رؤساء البلديات اللي كانوا معنا واللي دائما بيكونوا معنا، كل ضيوف الأعضاء الجمعيات الفعاليات الرسمية والشعبية في مدينة بيت لحم. أكيد بنشكر جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية ممثلة بالقائد خليل فرهود عضو المكتب التنفيذي، وقادة المجموعات الكشفية الفلسطينية والأفراد اللي كانوا معنا في هذا اليوم، وأكيد بنشكر كل أبناء الرعية وأبناء الطائفة اللي كانوا معنا. وأكيد بفوتناش إنه نشكر قناة نورسات على وجودها الدائم في كل فعالياتنا في دير السليزيان في بيت لحم. أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله ربنا بجيب السلام لهاي البلد وبتنتهي الحرب، ويعطيكوا ألف عافية وكل عام والجميع بألف خير. وفي كلمات المطران الشوملي تطرق إلى كلمات الإنجيل المقدس والعيش بعمق بتعليم المسيح، وقدمت الصلاة لأجل إنهاء الحرب في غزة. في رسالة لهذا العيد، إن كل خطيئة ترتكب لحق إنسان أو شعب هي طعنة في جنب المسيح. المسيح طعن على الصليب وسال من جنبه ومن ذنبه دم وماء. كل خطيئة سواء كانت منيمة، سواء كانت افترام، طمع، بوش، كذب، كبرياء، أنانية، كل أنواع الخطايا بكل يسمياتنا هي طعنات في جنب المسيح. تخلل القداسة معزوفات دينية أدتها فرقة كشافة السليزيان السادسة، وتراتيل لجوقة المجموعة والتي نالت إعجاب المؤمنين. وبعد القداس ابتدأت مسيرة قلب يسوع الأقدس السنوية لتجوب شوارع بيت لحم مرورا بشارع بولس السادس، حيث قرعت أجراس الكنائس عند وصول المسيرة إجلالا واحتراما للقربان المقدس الذي حمل تحت المظلة من قبل المطران الشوملي، وصولا لساحة باب الدير، ومن ثم لمذبح كنيسة القديسة كاترينا حيث أقيمت صلاة هناك. ثم واصلت المسيرة سيرها لتعود أدراجها لكنيسة قلب يسوع الأقدس، وأعطيت البركة لجميع الحضور. يوم احتفلنا بعيد قلب يسوع الأقدس بعيد تطواف في مدينة بيت لحم مع القربان، طبعا كان الاشتراك جمهور كتير من منطقة بيت لحم، وبشجعنا نكمل هذا الشهادة، شهادة الإيمان قدام الجميع. طبعا السنة أدي تطوافي له معنى خاص بالنسبة لنا، لأنه إحنا عايشين في أوقات كتير صعبة، ونطلب من ربنا يساعدنا كان أسار كتير في هذا البلد كمان عن جد. أول شيء السلام، لكن قبل السلام العدل، لأنه إحنا بحاجة إنه العدل يكون موجود قبل السلام. وشكرا. وبعدها قدمت التهاني للأسرة السالسية في قاعة مدرسة السليزيان. فيا قلب يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة السليزيان بيت لحم. رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار حفل إشهاري جمعية العلاج بالموسيقى والفن، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي. وفي الاحتفالية التي حضرها نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي وعدد من الفنانين الأردنيين، أكدت النجار أن أمام هذه الجمعية فرصا كبيرة للنجاح وتحقيق إنجازات في حال ما نهجت طرحا علميا محملا بالقيم الفضلة، لافتة إلى حساسية هذا النوع من العلاج الذي يراعى خلاله الأبعاد الأخلاقية والقيمية والسلوكية. وبين رئيس الجمعية الدكتور جاك سركيس في كلمته أن جمعية العلاج بالفن والموسيقى هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، وتجمع بين مهنتي الطب والفن، لافتا إلى أن الأردن يعد أول دولة تمنح درجة الدبلوم في تخصص العلاج بالموسيقى والفن. Thank you.
ختم في قاعة القديسين قسطنطين وهيلان برنامج خاتمين على صخرة الرب في دورته 23 للمقبلين على الزواج، بحضور الايكونومس إيرينو سمدانات مسؤول بيت العائلة المسيحي والإرشمندريت كريستوفوروس والشماس خريسانتوس الذين قدموا الإرشادات الروحية للخطاب والمرشدة الاجتماعية سمر تادروس. وقد حضر في الدورة التي شارك بها حوالي 90 شخصا من الخطاب الأب مدانات والدكتور ماهر زباني والدكتورة مريم غنمة المختصون بالعقم والصحة الجنسية. وفي ختام الدورة وزعت شهادات على المشاركين وكتاب باركهما يا رب وأيقونة مقدسة. وأتلت الدورة لقاء روحي وإرشادي مع أهالي الخطاب، تحدث خلاله المحاضرون عن أهمية ودور الأهل بدعم ومساندة وإنجاح زواج أبنائهم المقبلين على الزواج. تحت رعاية القائم بأعمال النائب البطريركي للاتين في الأردن الأب الدكتور جهاد الشويحات، احتفلت روضة البطريركية اللاتينية في سماكية الكرك بتخريج الفوج 23 من طلبتها، بحضور الأب خالد جمو راعي الكنيسة والأباء الكهنة والشماس الإنجيل الزعل حجازين وراهبات الوردية وحشد كبير من المسؤولين وأهالي الطلبة والضيوف الكرام. بدأ الحفل باستعراض موكب الخريجين وكلمة للأب الدكتور شويحات، تلاها كلمة أولياء الأمور التي أشادت بجهود الهيئة التدريسية في رعاية أبنائهم. بعدها قدم الطلبة عددا من الفقرات الفنية والفلكلورية، ختمت بتوزيع الشهادات على الخريجين. تسلم غبطة البطريرك لويس رفائيل ساكو في بغداد النسخة الرسمية للأمر الديواني الموقع من رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بتسمية غبطته بطريركا للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم وولي أوقاف الكنائس الكلدانية في العراق، تنفيذا لقرار محكمتي الرصافة والكرادة. وقد عبر البطريرك ساكو عن شكره لرئيس الوزراء بمضامين هذا القرار النبيل الذي يسهم في تثبيت المسار الدستوري وإعادة الانتظام وفق مسار الخير العام الممتد لأربعة عشر قرنا، كما تقدم غبطته بالشكر والامتنان من المرجعيات الدينية المسيحية والإسلامية الشيعية والسنية والمنظمات الحكومية وكل الأشخاص الذين ساندوه في أزمة سحب المرسوم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. في مقابلته العامة البابا فرانسيس يتحدث عن دور الروح القدس في الوحي. الكاردينال باتسابالا ينهي زيارة رعوية إلى حيفا. مجلس الكنائس العالمي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة. الأولى في الوطن العربي إشهار جمعية العلاج بالموسيقى والفن في الأردن. وفيها أيضا الكاردينال ساكو يستلم الأمر الديوانية بتسميته بطريركا على الكنيسة الكلدانية ومتوليا على أوقافها. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursadjo.org. طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.